استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية ضمن جولة شرق أوسطية، وتتسم العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكوريا بالتطور الإيجابي المتسارع ومواكبة للتنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين. كما تواكب الزيارة الحالية للرئيس الكوري إلى الرياض الذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا. عبر الهاتف ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله معنا أستاذ عبد الرحمن. أسعد الله مساك أخوي جمال وجمال جميع المشاهدين اللي شاهدونا عبر قناتنا الروتانا الخليجية. الله يحييك. كيف تعلق على زيارة الرئيس الكوري في هذا الوقت تحديدا، يعني خصوصا مع عمق العلاقات السعودية الكورية، ما المنتظر منها؟ أخي جمال كما تفضلت أنت قبل قليل، تأتي حقيقة هذه الزيارة للرئيس الكوري مون جي إن في المملكة العربية السعودية لتؤكد عمق الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا. كما تفضلت أنت قبل قليل، هذه زيارة تواكب الذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية كوريا، والتي بدأت بالتحديد في 16 أكتوبر 1962. أخي جمال، المملكة العربية السعودية تعتبر من أوائل الشركاء التجاريين لجمهورية كوريا في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية أكتوبر 2021 إلى ما يقارب من 21 مليار دولار. أيضا هناك لجنة سعودية كورية مشتركة أخي جمال مضى على تأسيسها أكثر من 40 سنة. صحيح. ويكمن دور هذه اللجنة بتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين. أستاذ عبد الرحمن، كما تعلم كوريا يمكن من الدول اللي قطعت مشوار كبير جدا فيما يتعلق بالتطور الصناعي من السبعينيات الميلادية حتى اليوم. ماذا يمكن أن نستفيد من التجربة الكورية؟ مما شك فيه أخي جمال أن كوريا الجنوبية لها باع طويل ومشوار طويل في كل ما يتعلق بالعلاقات بالمشاريع الصناعية أيضا التجارية. المملكة العربية السعودية أيضا تعد المصدر الرئيسي لواردات البترول في كوريا، وشركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات العالمية المستثمرة في السوق الكورية. هناك أمور متبادلة بين الشعبين أيضا السعودي والكوري فيما يتعلق بمشاريع عدة تم تنفيذها واستثمارها في المملكة العربية السعودية. كانت حقيقة للشركات الكورية الشأن الكبير في موضوع تنفيذها. منها خلال هذه الزيارة أيضا أخي جمال ستناقش في هذه الزيارة التعاون المشترك خصوصا في مجال الطاقة وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين. ولكن أخي جمال، إذا نظرنا إلى حجم أو أهم معطيات العلاقات بين البلدين، نجد أنهما يشتركان في إطلاق الرؤية السعودية الكورية 2030 التي أطلقت في أكتوبر 2017. من خلال هذه إطلاق الرؤية تم تشكيل لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، اعتمدت هذه مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية. لذلك تعتبر جمهورية كوريا واحدة من 8 دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030. أيضا ستوقع في هذه الحقيقة الزيارة عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، أهمها مجالات الطاقة ومجالات صناعية أخرى تعود بالنفع على الشعبين السعودي والكوري. دلالات هذه الزيارة، يعني هي أتت ضمن جولة شرق أوسطية، لكن دلالات هذه الزيارة بالتزامن مع الذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكوريا، على ماذا تدل؟ على عمق الروابط أخي جمال، عمق الروابط القوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية كوريا الجنوبية. هذه الروابط اتسمت بأمور كثيرة مشتركة تم تنفيذها في الواقع في المملكة العربية السعودية. أيضا السوق الكوري اتسمت بالاتساع من حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا،
الطاقة في مجال الطاقة التي تصدرها المملكة العربية السعودية إلى كوريا. من خلال هذه أيضا الزيارة يعطي انطباع واسع وكبير جدا جدا على أن العلاقات تزداد يوم بعد يوم. هناك شركات كبيرة جدا موجودة في المملكة العربية السعودية كورية في المملكة العربية السعودية تقوم بدور كبير جدا صناعي وتنفيذ مشاريع كبيرة أهمها مشاريع الطرق والكباري وإلى آخره، لذلك تتسم بأمور كثيرة ستعود بالنفع كما ذكرت قبل قليل على الشعبين السعودي والكوري. إذا مرد التركيز يمكن سيد عبد الرحمن اليوم على مشاريع 2030، رؤية 2030 بالنسبة للمملكة، ما هي الملفات التي تبرع فيها اليوم كوريا عوضا عن الدول الأخرى واللي تخلينا نتجه لكوريا بدلا من أي دولة أخرى؟ أخي جمال، إذا نظرنا إلى من إطلاق رؤية 2030 التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حتى الآن هي 4 سنوات أو 5 سنوات، ماذا تحققت في خلال هذه الرؤية؟ المملكة العربية السعودية اليوم تعتبر دولة يعني معاصرة، دخلت فيها جميع الأمور الحيوية، حدثت فيها أشياء لا يمكن تصديقها في خلال فترة وجيزة جدا جدا تحققت من خلال هذه الرؤية، هذه الإنجازات الكبيرة التي حققها سمو سيدي ولي العهد للشعب السعودي. من خلال هذه الرؤية ومن خلال التبادل في الخبرات بين الرؤيتين الكورية والسعودية كان هناك تبادل للخبرات، مما لا شك فيه أن كوريا يعني لديها من الخبرات الشيء الكثير، تتوسم أو تتسع شيئا فشيئا. هذه الخبرات انتقلت إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 60 سنة وهي تعمل حتى الآن وستنفذ أمور ومعطيات كبيرة جدا جدا سوف تعود بالنفع قريبا على كل من البلدين المملكة وكوريا. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن الملحم الكاتب والمحلل السياسي معلقا على زيارة الرئيس الكوري للمملكة.